اياك تعرف انه شفرة القنبلة النووية الضايعة رح تكون بايدي خلال 10 دقائق. مراد علمدار، وانا بدي اقول لك انك رح تموت قبل ما يمضوا 10 دقائق. قائدة عظيمة مثل أبوها، بس لصالحنا. استناك يا سيد علمدار. فرحت لأنه ما فاجأتك. ما بدك تسألني ليش عم بستناك؟ لأنه هلأ إجا أجلك. نيناتنا رجال منحب نحكم القدر يا سيد علمدار. يا أما بدك تجيب لي رئيس الختيارية، يا أما الأحوال ما رح موت قبل ما قتلك. معك 10 دقائق بالضبط. القنبلة ما أنا موجودة عنا. معناتها ما رح تفيدني بشي. اخذك على القنبلة خلص. خلص. Thank you.
العساكر، بعدين بتأمر لي حضروا هليكوبتر. ما في اي طريقة لحتى تطلع عايش من هون. رح نطلع سوا كلنا، يا عايشين يا ميتين. يلا اتصل. خضوا معركة كبيرة وما عم نحسن نوصل لمعلومات أكثر، والسفير الأمريكي عم ينتظر مشان يقابلكم. بدي تبلغوني بكل المستجدات، وفيكن تدخلوا لي السفير لشوفه. حاضر سيدي. تفضل حضرة السفير، سيادته ناظركم. تفضل عود سعادة السفير. سيدي رئيس الحكومة، اللي عم يصير بالقاعدة تبعنا بيسبب الحرب، وهذا الشيء حضرتكم تعرفوه. اللي صار بقاعدتكم بيقلقنا يا سعادة السفير، بس مثل ما بتعرفوا انتو كمان انه يلي صار بهاتاي كمان ممكن يسبب حرب. هاي القضية بينكم وبين اسرائيل. لو ما انكم مستقبلين يلي عملوا العملية الارهابية ومخبين هون عندكم بالقاعدة، ساعتها بتبقى القضية بين تركيا واسرائيل وما لكم علاقة بشي. في عنكم معلومات اكيدة وموثقة انه المهاجمين اللي نفذوا العملية موجودين حاليا بالقاعدة تبعنا يا سيدي رئيس الحكومة؟ مؤسستنا الاستخباراتية سعادة السفير حتى اقدم لكم المعلومات اللازمة والاكيدة، لا تشغل بالك. باللحظة اللي بتثبتوا فيها انه المهاجمين موجودين بقاعدتنا، راح نسلمهم فورا للاجهزة الامنية تبعكم. بس في عنا طلب، انه يستسلم مراد على مدار من دون اي شرط. شكرا كتير. Thank you. انت تركية؟ اي تركية، بس صار لي زمان بامريكا وراجعة تركيا، عم حاول احكي تركي حتى اتعود. فكرتك اجنبي مشان هيك يعني تلبكت شوي معك. تفضل ارتاح. اي منرتاح. بعتذر تعبانة شوي. بعتقد انه التعب شغلة كتير عادية وما بتأثر على الشباب اللي بعمرك. مزبوط حكيك، جسمي بيتحمل، بس خلال 72 ساعة طرت بين دالاس، واشنطن، نيويورك، اسطنبول، اربيل، بغداد، حاسة حالي تعبانة. وحضرتك شو بتشتغلي؟ مهندسة صناعية، عملت كم لقاء مشان شركات حابة تستثمر بشمال العراق. وليش ما سافرتي من اربيل؟ طيارة بدها يومين، ما حبيت استنى. البكسب شوفت ابي يوم زيادة، صار لنا زمان ما التقينا. الآباء دايماً بيشتاقوا كتير لبناتهم. حضرتك عندك بنت؟ ايه. وعايشة برات البلد ما هيك؟ مو قلت لك الآباء دايماً بيشتاقوا لبناتهم، ما بخلي بنتي تبعد عني. يا ريت كان أبي بيفكر مثل حضرتك. حضرتك شو بتشتغل؟ بكتير شغلات. كتير شغلات؟
حسب النظام الاقتصادي الجديد إذا واحد بده يفلس ما بيركز على نقطة واحدة وبيدخل شغلات كتيرة. معك بطاقة؟ بحب اسمع منك هذا الحكي باسطنبول. حضرتك أعطيني بطاقتك وأنا إذا صار عندي وقت بتصل فيك. أوكي. أو باخد إيميلك. تفضلي. ما عرفتيني باسمك. بيري، أو بالأصح بيرهام فاليد على اسم ستي، بس أنا بختصره بيري أحلى. أعطيت خبر للخال؟ قال ما بده يأكل. معناتها ليش نحن عم نأكل؟ لأنك قلت لي حط السفرة خال. عم يأخذ موقف هلا. من الصبح ما أكل شيء، ما أكل غير عمري كله. خالي، قول لنجدة تحط لك السفرة هون. ما بدي. بس انت ما اكلت شي، رح تبقى لليل وتشرب حليب، بعدين بتضل عم تتقلب للصبح وتقول اخ يا معدتي اخ يا معدتي. اكلت 10 ملايين دولار، معدتي ما عاد تتحمل. انا يا خال بس اتوتر، باكل كل شي بشوفه، يعني اذا بشوف نجدة قدامي ممكن اكله. جوهر، بلتفت على اليمين في 10 ملايين دولار، وبلتفت على اليسار في انت، انا مين باكل؟ خلاص خالي انت لا تحط ببالك، انا برجع باخد 10 ملايين دولار من ذو الفقار. جوهر، بدي حطك جوات كفي وامسكك هيك وارميك مثل الزهر على الارض. اكيد رح يجيك درجي، الرجال المحظوظ دائما بينزل على رجليه يا خال. شو الخال مانو جاية؟ لا، وما رح يشرب مي حتى يشوف 10 ملايين. ايه وشو نعمل هلا؟ بدي روح انها بكراج سيارات ذو الفقار الليلة، في سيارات كتير بتساوي 10 ملايين واكتر كمان. خالي انا شفت المحل هنين، اذا رح نفوت بالقوة بيروح منه 4 بالكتير ومنه 2 بالقليل. ويموتوا هن، مو بدهم المصاري؟ يموتوا 2 او يموتوا 12. اذا هيك رح اطلب اذن من الخال ونشوف مين رح يموت. شش، عود محلك، ما لازم الخال يعرف خبر باي شيء. اذا الخال ما رح يعرف بهالشي، يلي بيموتوا انا واحد وانت الثاني. شو لا، ما بصير يموت واحد بس، انت عملت الخطة فايتة بالحيط. منيح لك، بلا ما روح، روح انت لحالك. ما رح نموت ونترك الخال زازا يموت ونحن عم نتفرج عليه، فهمت علي؟ منيح، منقدر نسرق الكراج بدون ما يموت حدا. وشلون رح نقدر؟ شي مرة ترك الخبز لخبازه. ريحة شو هي ولا؟ في شي هون خربان؟ ايه خالي، طالعت الكفتة وحطيتها، من اليوم الصبح حطيتها هون، وهيك صارت ريحتها. ايه. الله أكبر. سبحان ربي العالي، سبحان ربي العالي، سبحان ربي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا. خير يا سيد حسني، صلاة شو هاي؟ سيد جولدانا، علي مماتي لما كان بحضنك كان لابق لك كتير،
قمت انا فورا دعيت لله وصليت. صليت يعطينا واحد وبده يعطينا ثلاثة، واذا بده يعطينا كمان ثلاثة تانيات. ايه بصير، بس بلا ما نستعجل، بالاول نتعرف على بعضنا اكتر. ايه منتعرف، انا حسني السيف المجرد اكتر المعجبين فيكي. تفضلي عارفيني بحالك. هلا دخيلك يا سيد حسني، من غير شي انا متضايقة. خير بالصلاة وعلى النبي يا اميرتي، شو اللي مضايقك يا وردتي انتي؟ اخي ميماتي، بما انه ترك علوش هون يعني فايت بشغل ما بينرجع منه. ما كان بدي اقول، بس انتي عم تجبريني اني احكي. كل شغلهم اللي بيفوتوه ما في منه رجعة ابدا، هدول جماعة مجانين على الاخر. الانسان بيفكر باللي بيحبهم دائما، بيفكر باللي تاركهم بالبيت وراه. لازم نعود حالنا انه باي وقت ممكن نفقد عزيز، وهي علامة على حكي. هدول ما بيعيشوا للسنة الجاية. شو السنة الجاية؟ حتى ما بيلحقوا يشوفوا عيد الاضحى. الله لا يسمع منك هالحكي سيد حسني، ليش عم تحكي عليهم هيك؟ الحكي بيوجع، بس هاي هي الحقيقة القاسية. ليك شو ما قال السيد عمر، يقول أنا مبسوطة كتير وارتاح قلبي لأنه ابني ما عمل هالعملية. أنا ما كنت حاطط هيك احتمال ماما نازك، لوين رح يتركنا ويروح؟ آه يا عمران، آه أنت كأنك ما بتعرف عناد ابني. أنا قلت إنه أكيد رح يعملها خلاص. ألف الحمد لله والشكر إلك يا رب لأنه ما سمحت له. ألف الحمد لله والشكر. شو أخبارك يا ابني؟ طمني. الحمد لله منيح. أهم شيء إنه المعلم تراجع عن قراره، لهيك كلنا صرنا مناح. إن شاء الله تبقوا على طول مناح. بابا عمر، أنت بتعرفني لساني فلتان، إذا حكيت كلام ما أنه منيح فلا تواخذني. بما أنك ما كان بدك المعلم يعمل العملية، ليش ما حكيت معه؟ مثل ما أنه الحكي فضل من عند الله عز وجل، كمان السكوت فضل من عند الله عز وجل. هاي فهمتها. بس يا عم يا ابني، أحيانا الناس بسبب الضيق اللي عم يعيشوه واللي مضيق على حياتهم وعلى قراراتهم، ما كتير بيحبوا يسمعوا الشي اللي لازم ينقلهم، وبسبب رفضهم يلي عم يعيشوه بهالحياة بيصيروا بدهم يهربوا، وأكتر شي بيهربوا منه هو حالهم. من ناحية الهرب المعلم معه حق على الأخير، المعلم عم بيصارع الكل، بس النتائج عم تكون تقيلة كتير عليه. يا رب يا رب وفقوا لابني ورجعوا إلي بالسلام. آمين يا رب. آمين يا رب. أحيانا بقعد بفكر بالشي اللي عم يصير ببلدنا وبجيل الشباب يلي مانن حابين يستفيدوا من تجربة الكبار، يلي ما عم يعتبروا حالهم متساويين وبيتصارعوا، يلي بيشوف حاله كأنه قدام مراية وما بيعجبوا حاله يلي شايفه، وبيصير يعادي التانيين بدل ما انه يعادي حاله. بذكرني هالشي بالحكاية تبع راعي المعزة. من زمان كان في راعي وكان بيرعى هالمعزة، كل يوم بياخد المعزايات عالتلة ليرعوا، وهالتلة كانت تطل عالضيعة. هو أطرش وما كتير مهتم بشغله. إجا يوم نسيت مرته تعطيه سرة الزواد الصبح، وحتى ما بعتتها مع ابنها، مع انها
كانت تبعت الزوادة مع ابنها على التلة اذا نسيت، بس فكرت حالها انها ما نسيت. قال الراعي ما فيني بقى هيك للمسا بلا اكل، بروح على البيت وبجيب اكلي معي لهون. بهديك اللحظة شاف رجال كان عم يقطع العشب بسفل هالتلة، قام راح لعنده قال له اخي اذا سمحت دير بالك شوي على هالمعزيات حتى ما يتفرقوا، لانه مرتي نسيت تحط لي الزواد اليوم، لهيك لازم انزل عضي عجيبة. يلي صار انه طلع هالزلمة اطرش كمان، ويا حرام هالمسكين فهم كل الحكي اللي قال له يا الراعي بالغلط. قال له ليش بدي اعطيك العشب اللي عم قصه من الصبح مشان معزياتك، انا عندي غنمة وبقرة بالبيت، قطع الطريق طويل مشان اجي واخدن اكل من هون، تركني براحتي، انا ما في الي شغل مع الناس يلي مثلك. وهز ايده هيك بحركة انه هو عصب، ولانه الراعي ما قدر يسمع الحكي اللي قاله هالرجال قال له شكرا كتير يا صديقي لانك وافقت، لا تشغل بالك رح ارجع بسرعة، رح يرتاح قلبي لانك انت رح تساعدني. وقام الراعي بسرعة راح دغري على بيته بالضيعة واخد سرة الزوادة تبعه ورجع ركض على التلة لعند معزاياته. كانوا المعزايات كلهم هنيك عم يرعوا، ولما شاف الزلمة اللي عم يقطع العشب لساته هنيك قال الراعي لحاله قديش هالإنسان بينوثق فيه، دار باله على معزاياتي وما استنى مني حتى أشكره، راح أعطيه هالجدي الصغير بياخده على بيته وبيطبخوه المسا وبياكله هو وعيلته. قام حمل الراعي هالجدي الصغير على ظهره ونزل فيه على سفل التلة لعند هالزلمة وحكى معه قال له مرحبا يا أخي، جبت لك هدية لأنك درت بالك على معزاياتي، اليوم المساء إن شاء الله تطبخوا عليه أكل طيب كتير، أنا أصلا كنت رح أذبحه شوف عم يعرج من رجله. بس الزلمة الثاني ما سمع يلي قاله الراعي، صرخ وهو معصب يا راعي يا غشاش، أنا من وقت ما رحت أنت وأنا عم بقطع العشب شو دخلني أنا إنه انكسرت رجل الجدي تبعك، أنا شو دخلني، مالي خبر بإنه انكسرت رجله ولا حتى أنا بعرف بشي، روح انقلع وإلا بضربك على راسك. ها الراعي تفاجأ من ردة فعل الزلمة ومن الغضب يلي شافه واضح على وشه، بس المسكين ما قدر يسمع يلي قاله. بهديك اللحظة كان في زلمة مارق على حصانه من هنيك بالصدفة، قام وقفه وقال له دخيلك يا أخي، قلي ليش هالزلمة واقف عم بيعيط، أنا أطرش ماني فهمان ليش معصب كل هالقد مني لأني هديته هالجدي الصغير. الراعي والزلمة اللي عم بيقطع العشب حاولوا يشرحوا للي على حصان شو صاير وهني عم يصرخوا على بعض، طلع هذا الزلمة بيشتغل حرامي أحسنة وطلع كمان أطرش، ولهيك ما قدر يفهم شو كانوا عم يحكوا هالتنين، وفوق هذا كان مضيع طريقه وكان همه أساسا يسألون عن الطريق، بس لما شاف انه اتنين معصبين وعم يعيطوا هدى حاله قال لهم صح يا اخواتي انا سرقت الحصان، بس ما كنت بعرف انه الحصان الكن، مشان الله تسامحوني، هذا الشيطان انا عملت هيك من دون ما افكر سامحوني. قام الزلمة الثاني قال له صدقني يا اخي انا كنت عم بقطع العشب كل الوقت وما لي علاقة بكسر رجل الجدي تبعه. والراعي قال له خليه اللي ليش عم يرفض هديتي، لك انا شو عملت، بس كان بدي اني اتشكره على مساعدته الي. والحرامي قال انا بعترف اني سرقت الحصان بس انا اطرش ما بعرف هالحصان اللي سرقته لمين منكن. بهذا الوقت مر من جنبهم واحد من الدراويش كان ماشي بطريقه رايع الضيعة لياكل، قام ركض لعنده الزلمة اللي كان عم بيقص العشب ومسكه من سترته وقال له يا سيدي الدرويش انا رجال اطرش وما عم بفهم شي من الحكي اللي عم بيقولوه هدول، سامحني رح اطلب منك هالطلب يا شيخ، بس ممكن تشرح لي ليش عم بيصرخوا هدول اتنين بوجهي؟ بس الدرويش طلع اخرس ما بيحكي بنوب، طلع الدرويش بوش الطرشان التلاتة منيح ودقق فيهم، طلع على الاول وبعد على التاني، قاموا بلشوا ينزعجوا الطرشان وقالوا شو قصة هالدرويش،
كان الدرويش عم بيطلع على وجوههم مشان يقدر يلقط طرف خيط من الموضوع، ولحتى يقدر انه يفهم عن شو قاعدين عم يحكوا هدول. بس هالطرشان الثلاثة فكروا انه الدرويش بده يسحرهم بنظراته، ويمكن انه يسلبهم ارادتهم، لهيك الجماعة خافوا من هالشي وقاموا هربوا. فحمل حاله هالدرويش وكمل طريقه. قال لحاله هو عم يمشي، احيانا الكلام بيكون بلا فايدة وما له داعي أبدا، يمكن لو ما بينقال نهائيا بيكون أحسن. ماما نازك عندكن عنب؟ والله ما بعرف شلون خطر لي هلأ العنب بابا عمر. يعني نص اللي حكيته ما فهمته. يا مرة جيبي له عنب او اي شيء بتلاقيه بالبراد. ماشي. استغفرك يا ربي، استغفرك ذنوبي الكثيره، استغفرك عما فعلته عن قصد وعما فعلته عن غير قصد. طيب معلم، شلون بدنا نعرف انه المكان الصحيح؟ رح ناخد معنا الجماعة يا عبد الحي. اذا ما في قنبلة مطرح ما رح نروح، بيعرفوا اني رح ادفنهم اتنيناتهم هنيك. لازم نوصل على هاد المهبط يلي هون. اذا تدخلوا رجالك وقوصوا علينا دغري بقتلك. بس أنا متصاوب ولازم أتعالج. لا تخاف، نماتي دكتور هو بيعالجك. يا قلن يشغلوا الهليكوبتر ويستنونا. بابا. بنتي حبيبتي. وقفي وقفي وقفي، شو عم تعملي انتي؟ دخيلك بابا، انا هون لاسبوع وبس، الله بيعلم لايمتى بقى اشوفك. اسبوع كتير، ما بحسن خبيكي من محمد فكرت. بابا اللي قديه صار عمري هلا بلعب محمد فكرت على اصابيعي. بريهان، نحن ما اتفقنا هيك انا وياكي. وانا طلعت عن الاتفاق، شو بدك تعمل؟ شو ما نعست يا خال؟ صدقني خالي اذا بتنام شوي بتهدى اعصابك. ليش؟ مين قال لك انه انا بدي اعصابي تهدى؟ مثل ما بدك خالي. نجدت خالي، الولد نايم. انت شو بتأمرني انا بعمله؟ وليش نام بقى؟ ليش انا نمت شي؟ فيو خالي، نصاب بشوية برد، خلينا نايم بلا ما يعدينا. ولا شو اخذ برد؟ قعد بوش الهواء. صار في مثلي يعني. Thank you.
بتاكلوا كفتة شباب؟ طبعا بناكل. ليش لا، انا باكل، بس شلون صارت هذيك القصة؟ معلم ساوي لك الواحد منا سندويشة كبيرة. على عيني. كم واحد انتو؟ ثلاثة؟ ايه نحن ثلاثة. منظمتنا مانا منظمة عرقية أو إثنية، منظمتنا مانا منظمة دينية، منظمتنا مانا منظمة مذهبية طائفية. نحنا ما منميز بين الناس على أساس قومي أو ديني أو مذهبي، يعني مثل الجمهورية التركية. ست لالا، أنت سبق شفتيني اشتغلت مع الدولة بأي شيء؟ وشفتي شي مرة أنه الدولة تدخلت بشغلي؟ لا. شفتيني طيب اتدخلت بشغلكم شي مرة؟ لا. يعني على القليلة قدرنا انه نطالع نائب بالبرلمان من منطقتك. يا ست لالا، حدا قالك اني عم دخل التجارة بالسياسة والسياسة بالتجارة؟ سيد ذوالفقار، انا بقدر موقفكم هذا وبفهمه، بس هاد بقي من الماضي. هلأ الوقت ما عاد وقت وقف فيه على الحياد، هذا وقت تحدد فيه طرف. انا طرفي معروف، أنا عدو لكل سافل بكل أمي بالعالم. كنتك بدها تقلك شغلة سيد ممدوح. خير، شوفي لازم تسمعها للمسكينة. إذا بدها تحكي لي عن ابنها أنا ما عندي هيك حفيد. بس أنا في عندي هيك حفيد. بدك هالشي ولا ما بدك ياه؟ في حال كنت نسيان أو مالك نسيان، عندك هيك حفيد؟ مبلا عندك هيك حفيد وهو من لحمك ودمك. عمك رح يسمع لك، يلا فوتي. عادي. الله يرضى عليك. خير، ليش عم تبكي؟ عمو انت ما ميزتني عن بنتك وحبيتني كأني بنتك، مات جوزي وحبيتني اكتر، ولهالشي انا ما طلعت من هذا البيت. انت بتعرفي انك ما بتفرقي عن بنتي ابدا. اسمعيني منيح، بعرف انه وضعك صعب، بس انت لو كنتي محلي شو كنتي بتعملي؟ معقولي تتعاملي مع قاطع طريق بيتخلى عن جده وبيتخلى عن عيلته ببساطة؟ بتعامل طبعا بتعامل، هذا ولد لسه ولد جاهل، والولد بيغلط ونحن لازم نسامحه، هو رح يتوسخ وانت اللي رح تنطفه. شو بعمل؟ شو عم بتقولي؟ شو بدك هلأ؟ بدي اياك تجيب لي ابني من الجبل. للأسف ابنك ما ممكن يجي من الجبل. اذا هو ما اجى انا بروح لعنده، صار قاطع طريق انا كمان بصير،
بده يموت. بالأول أنا بموت، بعدين هو، هو بيموت. بندفع للمنظمة شوية مصاري. سمعت إنه في كتير ناس قدروا إنه يشتروا أولادهم بالمصاري من المنظمة، وبتشوف وقتها شلون بدهم يبعتوه دغري. أنا ما فيني أدفع مصاري للمنظمة. هدول انت لبستني اياهم، انا مالي بحاجته. بتمنى موت هلا قدامك ولا بسمح انه حدا يكسر لك كلمتك. انت اللي لازم انك تنقذ الولد لانك كبيرنا، بس اذا قلت انك ما بتعملها انا رح اعملها. سيدي رئيس الحكومة قال تطلع مشان يحكي معكم. مجموعات جاهزة للعملية يا ألبير؟ نعم سيدي، عم بينتظروا أوامركم. كتير منيح. بالأول خلوني أحكي مع مراد على مدار وانتظروا أوامري بعد ما حاكي. معلم أنقرة، احترامي سيدي. مراد، القبعات الخمرية على الباب، راح يدخلوا يطالعوك هلا، بدي منك تتعاون معهم تطلعوا. عفوا سيدي الرئيس، انا اساسا على وشك اني اترك القاعدة، وبعد ما اخذ السلاح النووي بتقدر تستلمني وتستلم السلاح وشو ما بدك كمان. انا بدي اياك تسلم حالك فورا. ما بقدر اتراجع بهالمرحلة، انا قريب كتير من الاسلحة. الأمريكان بلشوا يحضروا لعملية اقتحام كبيرة، ما في مجال وقتها أنك تطلع من هنيك عايش. أنا بلشت بشي سيد الرئيس، وبعرف أنه رح يحطكن ويحط بلدي بموقف صعب، بس آسف رح كمل للأخير. جيبوهن وتعالوا. امشي. امشي.